لهنا بس. طيب تمام. طبعا احنا اتعودنا في الاول لازم نعمل ريدنج للايه؟ للدرس. لازم نعمل ريدنج للايه؟ للدرس. طيب المره دي هنعمل حاجه مختلفه، هنعمل ريدنج في الدرس، بعد كده ناخد الجرامر في الاول، بعد كده ناخد الديفينيشن. يعني هنعمل ايه؟ اليونت هنبتدي بالريدنج، بعد كده هناخد الايه؟ الديفينيشن. ماشي كده؟ يعني الاول ريدنج، بعد كده الجرامر، بعد كده الايه؟ الديفينيشن، بعد كده الجرامر، بعد كده الايه؟ الديفينيشن. تعالى ناخد ريدنج بتاع يونت 1. الدرس ده بيتكلم عن الجيني تو ادفنشر. الجيني تو ادفنشر. الجيني تو ادفنشر يعني ايه؟ مغامره. اصل رحله ايه؟ مغامره. تعالى ناخد الايه؟ نقرا الريدنج في الدرس الاول. طيب عندنا اليونت اهو اوله. I hope we have a great weekend, said Lucy. لوسي قالت ايه؟ I hope اتمنى we have a great weekend. نحن نقضي weekend كويس. So do I. So do I Robert. لا so do I. So do I وانا كمان. وانا ايه؟ كمان. It's always good fun at granddad's. It always good fun at granddad's. يعني بيروح يحب يروح عند جدهم، بيبقى فيه فن هناك كويس. طب while Robert was traveling on the bus، بينما روبرت كان مسافر. خلي بالكم بقى هنا من ايه؟ من التنسز دي كلها. بصوا انا هعملها ايه وانا شغال على طول. ماشي هنا؟ هنا قال لك ايه؟ while. ادي هنا ايه الجرامر اللي احنا عندنا؟ ادي هنا ايه؟ while. ادي هنا ايه؟ while. ماشي كده؟ ثانية واحدة. بس تمام. هنا ايه؟ قال لك while Robert was traveling. While Robert was ايه؟ traveling. ادي while اهو، وادي هنا السبجكت روبرت، وبعد كده was ايه؟ traveling. ده التنسز ده past continuous. past ايه؟ continuous. ان هو while خدته قبل كده، بعد كده past continuous، وبعد كده past ايه؟ simple. اللي هي القاعده بتاعت ايه؟ while. هناخدها واحنا جوه الايه؟ الفريز بتاع الايه؟ reading نفسه. فانا هنا قلت ايه؟ while Robert was traveling، معناها ان كده after while past continuous was وverb plus ing the other verbs or the other tense past ايه؟ simple. thought the past of think. the past of think. طيب while Robert was traveling on the bus he thought about granddad. ولكن بعد يفكر في جده. there were two things about him. في حاجتين عنه. that Robert and Lucy. that Robert and Lucy really liked. حاجتين هي ايه؟ هما بيحبوهم. first في الاول he was very very clever. he was very very ايه؟ clever. he was an inventor. and in لو بحط تحت خط اهو ده الايه؟ definition. he was an ايه؟ inventor. هو ايه؟ مخترع. ليه بقى؟ he invented lots of things. اخترع حاجات ايه؟ كتير. lots of ايه؟ things. but mostly he invented new kinds of mobile phone. لكن اخترع بعد كده ايه؟ اخترع جهاز ايه؟ موبايل فونز. طب لو حد عايز يعمل ريدنج يتفضل يقرا. انتوا معاكم البي دي اف اعتقد. طب مين هيعمل ريدنج هنا؟ مين عايز يخش يعمل ريدنج؟ ياسين، يوسف، صلاح، يوانا. ماشي؟ لو حد عايز يعمل ريدنج يتفضل. ها؟ حد عندك ريز هاند؟ لو في حد ريز هاند يتفضل يعمل ريدنج. فين يوسف؟ فين يوسف؟ فين الباقي؟ ها؟ اللي عايز يعمل ريدنج يطلب. يوسف موجود يا مستر. He was an inventor. نعم. يا مستر. يوسف موجود. يوسف طيب يلا يوسف. نعم. يلا يوسف. أنا رهيب. من أول هات من أول ذي أر. من أول ذي أر يا يوسف. معلش الكتاب. طب ممكن ابعتي له البي دي اف يوسف؟ يعني انس ابعتي ليوسف
والجروب اللي البي دي اف اللي معاكم. ماشي ماشي يا مستر سامح، البي دي اف للاولاد. ماشي زي حالا هيجي لك يا يوسف، هيجي لك البي دي اف، هقول لك البيج بيج 6. ماشي اول ما يجي لك البي دي اف بيج 6 كلكم هيجي لكم بي دي اف بيج 6 انا بعمل منه ده. He was an inventor. He invented lots of things. هو اخترع حاجات ايه كتير. But mostly معظمها. خلاص كده. But المعظم بقى. He invented new kinds of mobile phone. بعد الجميع في the other thing. الحاجة التانية. They liked was that granddad loved the history. هم عارفين ان جدهم بيحب التاريخ. Loved the history. His house was full of history books. البيت بتاعه مليان كتب تاريخ كتير. When Robert and Lucy came to stay لما روبرت ولوسي جم عشان يقعدوا. Granddad. نعم. البي دي اف بيحمل. طيب ماشي خلاص اول ما يحمل جيب بيجي 6. Granddad وهعمل لك ريدنج تاني. Granddad told them قال لهم exciting stories قصص مثيره. From history من التاريخ. The cousins loved الولاد العم يعني loved the stories because they were true. كان بيحبوا القصص دي عشان ايه كانوا حقيقية بيحكي لهم قصص حصل فعلا. They loved granddad's tales. كلمة tales اللي هي الروايات او الحكايات كان بيحبوا حكايات جدهم دي. تمام؟ Of explorers عن الاكتشاف who used to sail across the oceans اللي هو عبر الايه المحيطات. خلي بالكم ايه across the ocean دي كلها. And travel across deserts والسفر عبر الايه الصحراء. خلي بالكم بقى هنا الاوشن across the ايه the ocean هنا قال لك هنا travel across ايه deserts. خلي بالك هنا برضو عبر الايه الصحراء to distant lands لايه اراضي شاسعه. طيب. بعدها روبرت نوكد اون جرانداتس دور خبط على ايه على باب جده. ميسيس جرين اللي هي زميد اللي شغاله اللي عندهم اوبن فتحت. هالو روبرت هالو روبرت شي سيد كمان ادخل كمان. هالو ميسيس جرين روبرت قال لها هالو ميسيس جرين هاو ار يو كيف حالك. تمام How are you? Hello, Robert, she said. Come in. Hello, Mrs. Green. Robert said, how are you? I'm fine. أنا كويس. كله مع الـ PDF خلي بالكم. I'm fine, said Mrs. Green. She took his bag. هو خدت الشنطة بتاعته from him. Your grandfather, قالت له جدك, is in his study. في غرفة الإيه اللي بيشتغل فيها. دراسة بتاعته. PDF حمل. Robert. ايه البي دي اف حمل. ماشي يوسف يوسف صلاح. طيب ماشي خلاص يا يوسف اقرا من اول روبرت من اول ايه بيتش روبرت اخر البيتش خالص السطر اللي قبل الاخير يعني السطر اللي قبل الاخير اللي هو من اول روبرت هارد انتو جرانداتس ستادي. يلا يلا يوسف روبرت hurried into granddad's study. Hello, granddad. Bravo, Yusuf. Hello, and granddad. He stopped in surprise. Surprise. Yusuf. استنى يا يوسف. نقول stopped بالتي يعني ما تخليش دي يعني وانت بتعملها reading تقول ايه انت قلت هنا ايه then he stopped. لا اعملها كده بالتي تقول stopped. يلا كمل يا يوسف. stop granddad ماشي. was sitting in an armchair. there was a big استنى يا يوسف. ايه استنى يا يوسف بس هتقول هنا sitting هتقول هنا ايه ما لازم احنا لما قلنا المره دي هنا هنشتغل طالما هنعمل ريدنج يبقى نعمل سكيلز نعمل ايه السكيلز مش هنقرا وخلاص يبقى انت هتقول ايه
خلاص كده؟ تمام؟ سامعني كويس؟ سامع يوسف؟ لا يوسف؟ لا سامعني؟ ايوه سامعك. لا سامعك يا مستر. تمام يا حبيبي. بص يبقى انت هنا هتقول سيتنج، ما تقولش سيتنج، الاي ان جي ما تقولش جي خالص. هنا بقى الار لما يكون بعدها كونسونان ما انطقهاش، ما تقولش بارك قول باك، ما تقولش مارك قول ماك. فانت هنا ما تقولش ارمي تشير، هتقول ام تشير ام تشير ام تشير. تقول ام ايه؟ ام تشير. ما تقولش ارمي تشير خالص، ما تقولش ارمي تشير ايه خالص. ماشي كده؟ ماشي تمام. يبقى احنا ما نقولش كامل يا يوسف. Granddad was sitting in an armchair. Armchair. On the armchair, there was a big bandaid on his foot. تمام. كمل يا يوسف. كمل يا حبيبي. Page 7. Granddad. إيه؟ ايه؟ طب ثانية واحدة يا يوسف. أنا قلت هنا عم إيه؟ عم شاي. بص اسمعوا تاني. ها؟ آه. عم شاي. سمعتوها؟ عم شاي. سمعت يا يوسف؟ سمعتوها؟ أقولها تاني. عم شاي. أقولها تالت. عم شاي. ها؟ آه. سمعتوها؟ ها؟ يبقى ام سمع الدكشنري سمعته؟ يبقى ايه؟ عشان لو في نوتس على الموضوع الارض سمعته. اسمعها لك تاني؟ اهي لو الصوت مش واضح. سامعين الصوت انتوا بره؟ اهو. ام تشير. ها واضح يا يوسف؟ ام تشير. تمام. يبقى نقول ايه؟ ام تشير، ما نقولش ارم تشير خالص. تمام؟ هات اللي بعدها. يلا يا يوسف. روبرت مين تاني؟ فين يوانا؟ ها؟ آه. مستر خلصت ولا ايه؟ بعتلها يا مستر هي ما بتردش عليا خالص. ازاي؟ يوانا دي ما بتردش عليا. طيب اللي بعدها يلا. ها آه مين بعدها؟ مين اللي هيقرا؟ ها؟ آه. مين هيقرا تاني؟ اللي يقرا 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 ويغلط عادي مش مشكله يا جماعه. ياسين عاوز يقرا. ياسين مين؟ ياسين يلا يا خش. ياسين يلا. حاضر. روبرت looked at granddad amazed. How could lucky have traveled back in time. استنى استنى بقى استنى انت اصبر بس. قول من الاول تاني. قول من الاول تاني. يلا يا حبيبي. يلا من الاول تاني. لو انت عايز تفتح الكاميرا افتح عشان اشوفك. روبرت افتح الكاميرا واشوفك. روبرت يلا. لوك كابتن طب ترى كويس. ها يلا يا سيدي. ايوه كده شفتك خلاص. تمام. روبرت اهلا ازيك؟ عرفتك خلاص. ازيك يا سيف؟ ها آه. ماشي يا حبيبي يلا. روبرت يلا. روبرت ايوه. لوك ها آه. اد آه. جراندد. تمام. اميزنج. اميزد ماشي. ها آه. هاو كود يلا يا سينا. ايوه. How could Lucky Lucy How could Lucy have traveled back? How could Lucy traveled back? How could Lucy have traveled back in time? He asked granddad اللي البنت اللي مش دخلتش. Granddad showed him magic. تمام. He asked granddad showed him تمام. a mobile phone. برافو يا ياسين. كنت خايف تنام انت يا ياسين. جميل يا حبيبي. يلا قاعد برافو.
روبرت looked at granddad. خلاص ياسين شكرا حبيبي. روبرت looked at granddad amazed. مذهول. How could Lucy have traveled back in time? ازاي لوسي رجعت في الوقت ده؟ خدت التايم ماشين. He asked granddad showed him a mobile phone. Look at this. Robert thought. The mobile phone looked ordinary. What a special. What's special. What, ما تقولش special. What is special. What is special. 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 What is special about it? He asked. Do you promise not to tell anyone? Do you promise not to tell anyone? Not even Lucy. Not even Lucy. Lucy knows already. عارفة خلاص already. Not even mom and dad. قال له يعني ما تقولش لوسي. قال له لوسي عارفة. طب ولا ماما ولا بابا؟ قال له لا. هيعرفوا أكيد. Not even mom and dad. I'll tell them soon. Okay. So what does it do? Asked Robert. With this mobile phone, you can travel back in time. Wow. Robert exclaimed. Can you really do that? طلع بيجي 8. بيجي ايه؟ خدنا بيجي كده ايه؟ 7. نكمل؟ ايه الجمال ده؟ Granddad nodded proudly. Nod. What is the meaning of nod? Nod. يجي يقول لك ايه؟ Move your head up and down. كده. دي اسمها nod. Nod. N-O-D. Move your head up and down. يعني تهز راسك فوق وايه؟ وتحت. To express ايه؟ You agree something. ان انت معبر عن الايه؟ عن الموافقة. تمام؟ Nodded. He said it's ready now. Robert's eyes widened. يعني اتسعت. انت بتقولها حتى بالعربي ايه؟ ده يعني فنجلت كده. Widened. خلاص؟ How does it work? ازاي بتشتغل؟ Let me show you. Let me show you. دعني اوريك. You put in the date you want to visit. حط عند التايم او الديت المكان اللي انت عايز ايه؟ تزوره. Then you put in the place. حط البليس. You want to visit اللي انت عايز تزوره. Then you put in the password. حط الايه؟ الباسورد بتاعك اللي انت عايز تحطه. Adventure. Adventure. المغامرة بتاعتك. Did you tell Lucy this? هل لوسي عرفت كل الكلام ده؟ قال له yes. And now اهي. And مش and. One of the time. One of the ايه؟ One of the ايه؟ Of the time. ماشي؟ And now one of the time travel phones is missing. How many times? كم عدد المرات travel phones have you made؟ اللي عملوا الايه؟ الرحلات دي. روبرت اسكت. فور. Granddad shook his head. خلي بالك بقى في فرق بين شوك ونود. شوك وايه؟ ونود. هناخدها ايه؟ دلوقتي. I'm worried, Robert. I think Lucy has used the missing phone to travel back in time. استخدم ايه؟ رجعت مدة اكبر شوية. Wow, Robert exclaimed. Where do you think she has a gun? يا ترى راحت ايه؟ فين؟ From escape من الهروب. From the fire by Richard. سيبنا دلوقتي. تعالوا احنا خدنا كده الايه؟ ديت. تعالوا نرجع للايه؟ للدراما. يوانا. طيب تعالوا بقى هنا. هناخد الايه؟ الاول هناخد الجرامر. هناخد الايه؟ الجرامر زي ما اتفقنا عشان الجرامر هو بياخد شغل. بعد كده نرجع ناخد الايه؟ الديفينيشن. يبقى احنا خلصنا البارت الاولاني او البارت الاولاني زي ما احنا بنخلص. تمام؟ تعالوا بقى هنا. هناخد الايه؟ الجرامر. كل ده يبقى هومورك. البي دي اف اللي عندك كله هيبقى ايه؟ هومورك تعمله. تعالوا هنا. هناخد حاجه اسمها الباست كونتينوس تنس. الباست ايه؟ كونتينوس ايه؟ تنس. تمام؟ ايه هو الباست كونتينوس؟ قال لك ان الباست كونتينوس زي ما انا قلت اهو. ثانيه اطلع افتح. بيجي انا عايز افتح صفحه جديده. ايه؟ فين؟ الاول خالص؟ تمام. تمام حلو جدا. اروح انا اعمل كده. انا هاخد حاجه اسمها الباست. ركزوا بقى معايا. الباست
continuous. الباست ايه؟ continuous او continuous. الباست ايه؟ continuous. يعني ايه الباست continuous؟ اللي هو الماضي مستمر. طب الفورم بتاع الزمن ده قال لك was where plus verb plus ing. تمام كده؟ قال لك ان I he she it تاخد ايه؟ was. تاخد ايه؟ was. عندك we you with they تاخد ايه؟ where. تاخد ايه؟ where. تمام كده؟ حلو. يبقى انا I he she it was we you they where. تمام. الفورم بتاع الزمن ده عندي أول حاجة while. في إيه؟ while was. while وإيه؟ was. ماشي؟ بيجي وراهم الـ past continuous اللي هو ده was aware. والفيرب التاني past simple. past إيه؟ past simple. يبقى أنا عندي هنا while بيجي وراها past continuous والفيرب التاني past إيه؟ The other verb past simple. past ايه؟ past simple. طيب تعالوا بقى هنا نرجع هنا كده اهي اهو. يبقى انا عندي بصوا عشان نشرح كده شرحنا على الورق عادي. ادي عندي ايه؟ ادي الوايل اهي اهي. ادي الوايل اهو سيبنا من وين دلوقتي. ادي وايل اهو بيقول لها past continuous وباست ايه؟ simple. وقلت الباست continuous I was watching TV. I was watching a TV. ادي الجملة اهي. ادي while. جه وراها باست ايه؟ continuous. هنا the phone ايه؟ rang. The phone ايه؟ rang. بصوا بقى. طب لو جت while في النص تبقى هنا while اهو. يجي وراها هنا الباست continuous وهنا الباست ايه؟ simple. يبقى انا اعمل ايه؟ ان انا ليا ان while يجي وراها باست continuous. يبقى while يجي وراها باست ايه؟ continuous. الفيرب الثاني في اي مكان باست ايه؟ باست سيمبل. باست ايه؟ سيمبل. يبقى انا هنا فين وايل؟ هنا اهو. جه وراها باست ايه؟ كونتينيوس. وهنا باست ايه؟ سيمبل. يبقى انا الاكزامبل وايل اي ووز واتشينج تي في ذا تليفون ايه؟ رانج. طب قال لك ان هنا وايل اهي لو جت كابيتال هيجي قبلها الباست سيمبل وبعدها الباست ايه؟ كونتينيوس. ادي قلت هنا وايل اهو اي ووز واتشينج تي في وهنا ايه؟ ذا فون ايه؟ rank. سهله ولا صعبه؟ ها كله يقول سهله ولا صعبه عشان بشرحش لنفسي. ها ها يا اولاد تعالوا هنا. هنا وين؟ سهله. وين بقى؟ سهله. وين بيجي وراها باست سيمبل وباست ايه؟ كونتينيوس. يبقى انا حطيت وين اهو. وين اهو؟ الان arrived at the simple. هنا I was washing the car او the car continuous. العكس هنا برضو I was washing the car when get for not so small. بص هنا ال W دي capital وال W دي ايه؟ خلي بالك الفرق بين الكابيتال والسمول. لو جت في الاول كده تبقى كابيتال، لو جت كده تبقى ايه؟ سمول. يبقى انت هنا while عكسها ايه؟ when. عكسها ايه؟ when. يبقى while past continuous past simple when past simple past ايه؟ continuous. تمام زي المرة اللي فاتت بقى. تمام؟ طيب تعالوا هنا ايه؟ نكمل. عشان ناخد الاكزامبل. طب انا بعمل ايه بقى؟ بنعمل حاجة كويسة؟ أنا بشرح جزء جزء يعني أنا هاخده أحل عليه. عشان ما زي ما بنشتغل في الطبيعي. تعالوا هنا نشوف هنا ماشية ازاي. طلع أقول لكم بيجي كام؟ يلا 14. طلع بيجي 14. هنحل كل اللي عليها ايه؟ وايل. على كل اللي عليها ايه؟ طب اقول لكم على حاجه، ناخد يوز دي 2 كمان عشان سهله. تمام كده؟ انا هعملها لكم ايه؟ في صفحه جديده. بص في حاجه اسمها يوز دي 2، في حاجه اسمها يوز دي ايه؟ يوز دي 2. يوز دي 2 دي ده حد
كان بيعمل حاجات زمان، اعتاد يعمل حاجة في الباست ودلوقتي ما بيعملهاش، ودلوقتي ايه بطل. يعني لو قلت هنا I used to have toys. I used to have ايه toys. انا ايه اعتدت ان انا يكون عندي ايه العاب. But now لكن دلوقتي I haven't got any. I haven't got. ما عنديش. طب I used to play football. اعتدت ان انا العب كرة. But now I don't play. I don't play. يبقى used to هي باست، خلي بالك اهو حاجة كانت بتتم في الباست ودلوقتي ايه ما بتتمش. طب تعالوا بقى هنا used to دي اهي هنا النيجاتيف بتاعها هي used، زي مثلا قلت play played didn't play، study studied didn't study، run rain didn't run. يبقى انا هنا used to ديت النيجاتيف بتاعها didn't used to didn't used to. يبقى انا هكتب هنا ايه didn't use to. يبقى انا هنا used to ديت النيجاتيف بتاعها didn't use a to. طب عايز اعملها questions، هقول did اهي الاول وبعد كده you مثلا او he او she use to. يبقى هنا ايه used to didn't use to did you a use a to. طب تعالوا هنا ناخدها بقى هنا. بصوا بقى هنا سام هنا to go to his grandmother's house every day. هنا سام بقى هتبقى use ولا using ولا used؟ هنا to اهو لسه واخدها حالا، يبقى used ايه؟ ها يلا جاوبوا بقى معايا، مش هجاوب لوحدي، مش هجاوب ايه لوحدي. طيب يبقى انا هنا هعمل لكم ليها هنا ايه زي اللي انا كنت انا بعملها في الدرس ستيك نوت، ستيك ايه نوت. يبقى انا هي used to اهي عاملها لكم كده اهي infinitive used to a infinitive. وهنا while was aware was aware where with verb الثاني past a simple. طب تعالوا هنا بقى did علا، did علا ايه بقى؟ did لسه قايلها، يبقى did used to ولا was using ولا used ولا did used to؟ لسه قايلها طالما انا قلت play played didn't play didn't ايه play didn't play. يبقى used to دي هنا اقول didn't used to didn't use a to او did you used to. يبقى انت هنا did علا بقى، مش انت did بيجر انفينيتيف، ينفع اقول did علا used did علا was using did علا used did علا used to did علا use a to. يعني انا ما دخلتش ها خلاص كده، يبقى did علا ايه use to. تعالوا بقى while اهو خلاص انا مغمض، while يا جماعه، while يا سين، while يا صلاح، while روبرت هيجي وراها while ايه لسه قايلها بقى while was where verb plus ing other verb plus simple. يبقى while هنا هختار ايه يا سين؟ يبقى while هنا يلا اشتغلوا معانا اوعى تناموا. يبقى while روبرت ايه was، طالما في while يبقى اخد على طول was. تمام طالما في while اهو was اهي يبقى الثانيه past simple يبقى هاخد ايه so على طول. انت مغمض يبقى while was where verb plus ing هنا the other verb past simple. تعالوا هنا his grandma اهو هنا ايه used to، ما فيش was using، ما عنديش used بس ما ينفعش، لازم to used بس ما تنفعش عشان هنا ايه past. يبقى his grandma used to look after him. ها اللي بعدها سهل ولا صعبة يا أولاد؟ سهل ولا صعبة؟ ردوا يا صلاح يا سين. نعم يا مستر. سهلة ولا صعبة؟ أو العيد تاني؟ سهل.
طيب عدت انا مش مين اللي بيتكلم؟ ياسين. ياسين حاضر ياسين. بص يا حبيبي هنا قلت وايل، وايل بيجي وراها ووز وير فيرب بلس اي ان جي. الفيرب الثاني باست سيمبل. في اي حاجه رد واحده واحده عليا ناقشني. يبقى هنا اقولها تاني. افتح الكاميرا، افتح الكاميرا عشان اشوفك. وايل بيجي وراها باست كونتينوس ووز وير فيرب بلس ايون كده. وايل تمام ماشي يا سيد. يوسف ازيك يا يوسف؟ وايل بيجي وراها باست كونتينوس كونتينوس والفيرب الثاني باست ايه؟ باست سيمبل. باست ايه؟ سيمبل. يبقى انا وايل على طول ووز وير فيرب بلس اي ان جي، اما الفيرب الثاني باست سيمبل. فانت هنا وايل اهو وانت مغمض ماشي، وايل اهو يبقى على طول هنا ايه؟ بلاينج فوتبول. هنا بويز، هنا بويز، هنا اهو. يبقى البويز دول ايه؟ بلورال. يبقى اخد ووز ولا وير؟ هاخد وير. ليه هاخد وير؟ عشان انا بويز. تمام كده؟ طيب احنا ما حلناش اللي قبلها. ماي فادر اهو يوزد تو، اعتاد ان هو يقرا. هاني بص ديدنت، ديدنت يوز ولا ديدنت يوز؟ ها يوسف ديدنت يوز ولا ديدنت يوز؟ ها ديدنت يوز تو، ديدنت يوز ايه؟ تو. تمام. وين شي ووز ليدل، وين شي ووز ليدل لما كانت صغيره ايمي اهي بلاي ويز دولز. يبقى هنا ايمي بقى هنا واحده اهي يبقى يوزد ايه؟ تو. يبقى ايمي يوزد ايه؟ تو بلاي ويز ايه؟ دولز. اللي بعدها نمبر خلاص كده؟ طيب فهمتوها ولا لا؟ فهمتوها؟ فهمتوها؟ عشان الباقي هيبقى هوم ورك. تعال بقى ناخد الجزء اللي الري رايت. لما بتيجي الري رايت ازاي؟ يلا مين هيعمل اول واحده؟ مستر صفحه كام؟ مش هشتغل لوحدي. مستر صفحه كام؟ 15 هتدخلها يعني؟ تمام. هنا بقى بيلي went to school by car but now he goes by bus. مين هيعملها؟ ادي يوز تو اهي. انا عايز اشتغل بيوز تو، هعمل ايه هنا؟ ها مين يلا اشتغل؟ هيبقى بيلي. ها يلا يا عم، يلا يا سين، يلا يا صلاح، فين تاني؟ ها يبقى بيلي ايه؟ ها بيلي، انا هقول يوز تو، يبقى هقول بيلي اهو. اول واحده اعملها لكم هجيب يوز تو هنا اهي، يبقى بيلي يوز تو. بيلي يوز ايه؟ تو. هنا وينت يوز تو بيجي ورا انفينيتيف، يبقى وينت ترجع تبقى ايه؟ يبقى بيلي يوز تو جو. يبقى بيلي يوز تو ايه؟ جو تو سكول. وكمل بقيه الايه؟ الجمله. سهل ولا صعبه؟ ها يلا اعملوا معايا. وايل مش هعمل حاجه بقى في الجمله دي خالص. وايل اهي، وايل بيجي وراها انهي جمله في دول؟ ها وايل بيجي وراهم انهي جمله في دول؟ هل هي بيجي وراها جمله الباست سيمبل ولا بيجي وراها الكونتينيوس؟ ها وايل بيجي وراها انهي واحده؟ لسه قايلها، وايل بيجي وراها ووز او وير والفيرب بلس اي ان جي. يبقى وايل دي هتتحط مع الجمله دي. تمام. طب وايل هنا دي كابيتال ولا سمول؟ هنا كابيتال، يبقى احطها في الاول. يبقى احطها في الاول واحط وراها الجمله ايه؟ ديت. واشيل وين واجيب علي كم في الاخر. عملنا حاجه؟ هيا يا اولاد فاهمين؟ تمام فهمين. يبقى هو وايل اهو، وايل ماها واز دوين هير هوم ورك علي كيم. علي ايه؟ كيم. سهل ولا صعبه؟ تعالى اللي بعدها. يوز تو هيلين، هيلين بلايد ذا بيانو بات ناو شي بلايز ذا فيولين. اهي هيلين بلايد ذا ايه؟ بيانو بات ناو شي بلايز ذا فيولين. هعملها ازاي؟ انا عايز يوز هيلين بعد كده يوز تو. ايوه استنى هكتب اهو هيلين اهو يوز تو. يوز تو ايه بقى؟ يوز تو ايه؟ الانفينيتيف فين؟ اهو قدامك اهو بلاي ده اهو، ترجع تبقى ايه؟ بلاي صح؟ بلاي
يبقى يوزد تو ايه؟ يوزد تو بلاي. يوزد تو ايه؟ بلاي. تمام كده؟ يبقى هيلين اهي يوزد تو بلاي. يبقى هيلين يوزد تو ايه؟ يوزد تو بلاي. يوزد تو ايه؟ يوزد تو بلاي. يوزد تو ايه؟ بلاي. اللي بعدها didn't. هنا اهي انا عايز اعمل دي. هتعملها ازاي؟ هتقول ايه؟ اهو علا. ها علا ايه بقى؟ هجيب هنا ايه؟ علا didn't. علا use. ايوه اه. ومين معايا؟ يوسف يا اسطى. يبقى مين؟ يوسف معاك يا ماشي. يوسف. يبقى علا didn't. ماشي يا يوسف شغال. علا didn't use to eat fish. خلاص شكرا يا عفو. شكرا يا يوسف. تعالوا نكمل بقيه الجمله. هات اللي بعدها used to. The boys اهو. The boys ها used ايه؟ used to. اهي. used. ها سوام هتبقى ترجع تبقى ايه؟ سويم. سويم. يبقى هنا يبقى the boys used to swim. خلاص وكمل بقيه الايه؟ هنا وين؟ نكمل بقيه الجمله. وين؟ تمام هات وين؟ هنا هتقول بقى اول حاجه بص هنا وين دي ايه؟ استنى دي سمول مش كابيتال. فوتبول. لا فوتبول انت جبت منين فوتبول؟ ذا فوتبول تيم. لا يا ابني فين انت فين؟ هنا في نمبر 8. انت في 8 في 8. 8 8 نمبر 8. يبقى انت هتقول ايه؟ ذا تليفون رانج اي ووز ايه كوكين. يبقى انت المفروض هتقول هنا وين؟ نمبر 8. انت نقلت عند 10. يبقى وين؟ وين ايه بقى؟ وين ذا تليفون ران اي ووز ايه؟ كوكين صح؟ انا بقى عايز اعملها بطريقه ثانيه. انا عايز اقول ايه؟ اي ووز كوكين. عايز اقول هنا بص اقول اي ووز كوكين. وين ذا تليفون ران. وين ذا تليفون ران. تمام برافو عليك. هات بقى نمبر 9. يلا يا سيد. ميس فوكس توت فرنش بات ناو شي تيتشز انجلش. ميس فوكس توت فرنش بات ناو شي تيتشز انجلش. عايز استخدم يوز تو. يبقى هنا ميس ايه؟ فوكس. وهنحط يوز دي تو. تو. وهنا التوت هتبقى ايه؟ توت ترجع تبقى ايه؟ تيتش. ترجع تبقى ايه؟ تيتش. يبقى هنا يبقى انا قلت ارجع على الارض. يبقى ميس فوكس يوز تو تيتش. ميس فوكس اهو يوز تو اهي تو تيتش. سهله كده ولا صعبه؟ تعالوا اللي بعدها عشان نخلص اليونت مظبوط. وايل هنا ذا فوتبول تيم دي اللي انت كنت عايز تقولها سكور ذا جول. اي ووز ووكينج ان ذا ستريت. اي ووز ووكينج ان ذا ايه ستريت. انا عايز استخدم وايل وخلي بالك ان وايل كابيتال. وايل ايه كابيتال. طب هنا الوايل كابيتال هنا يبقى انا هحط وايل هنا في الاول. احط وايل فين؟ في الاول. تمام وايل ذا فوتبول تيم. هتقول ايه؟ وايل ذا فوتبول تيم. لا مش قلنا وايل بيجي وراها ايه؟ ووز وايه وفيرب بلس اي ان جي صح كده؟ اه. يبقى هتقول ايه؟ وايل اي ووز ان ذا ستريت. بس كده. اي ووز وين ذا فوتبول ووكن. بس كده. ان ذا ستريت. وين ذا فوتبول تيم. مين بيجاوب يوسف؟ اه. ماشي يا يوسف. جميل يا يوسف. انت في الاونلاين يا يوسف احسن. تعال. تعالى يا يوسف هنا بقى يوز تو. خلاص ماي براذر رود يعني ياسين معايا ياسين اه ماي براذر ماشي ماي براذر ماي براذر
used to. ماشي read. لا رودة ترجع تبقى ايه؟ لا رودة ترجع تبقى read. لا رايد 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 يوزد تو ايه رايد وكمل بقيه الايه الجمله الجمله اللي بعدها بيلي بيلي لايك لايك ايس كريم بات ناو هي هيتس ات هنستخدم يوز تو يبقى بيلي يوزد تو لايك يوزد تو لايك ايس كريم اللي بعدها خلاص it rained اهي while when capital when capital يبقى تشيل دي اهي شلتها خالص يبقى نحط وين في الاول بس صح يبقى وين it rained when it a rained I was walking I was a I was walking تعالى ديت didn't I used to have my lunch at home. أنا هتعملها نيجاتيف، هتعملها نيجاتيف إزاي؟ يلا مين الشاطر يعملها؟ أنا. يلا. هتقول I didn't. آه. I didn't use to have my lunch. يا ابن اللعيبة جامد يا. Used to have. I didn't use. Lunch. تمام اللي بعدها هنا I use I didn't use برضو اللي بعدها انا بحل to play football in the park جامد 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 اللي بعدها did سوها ها did سوها use to visit her parents on Friday يا لعيب ها استنى اختار لك لون حلو زيك 17 ماشي وي وير عايز تستخدم ويرنت مش تعمل حاجه خلاص ما فيهاش اي حاجه يبقى هنا تقول ايه وي ويرنت بلاي ويرنت بلاي وي ويرنت بلاينج هنا كمل خلاص مش حاجه بلاي. هنا بقى ديد خلاص دي بقى هتقول ايه ديد شي ديد ايه شي يوز تو ديد شي يوز ايه تو صح كده يبقى ديد شي يوز تو ليرن ديد شي يوز تو ليرن ان سكول مين هيعمل وين؟ تمام برافو 19 19 دلوقتي اهو while I was driving home there was an accident هتعملها ازاي؟ هتستخدم وين؟ يبقى أول حاجة هنشيل مين؟ ديت هنشيل ايه؟ دي خلاص كده؟ وهنحط وين في الأول هتبقى وين ايه؟ هتبقى دي وين؟ وين فين؟ الباست سيمبل اهو There was an accident. When there was an accident, when I was driving home, I was writing some little. لا استنى انت من عملتها خلاص انت عايز ايه؟ ما وين اهو هتقول وين ذير ووز ماشي ان اكسيدنت والجمله الثانيه اي ووز درايفنج هوم انا بتكلم بقى على وايل وايل هتقول وايل ايه بقى؟ ادي وايل والجمله دي كلها صح كده؟ يبقى بس خلي بالك وايل دي سمول مش كابيتال يبقى تبتدي بدي الاول يبقى هنقول ذير ايه؟ وايل في النص مش في الاول في وايل سمول مش كابيتال يبقى هتقول هنا ايه؟ هنشيل هنا ايه؟ هنشيل وين؟ صح كده؟ هنشيل ايه؟ وين؟ يبقى انا هقول هنا زي فيزيتد مي زي فيزيتد مي زي فيزيتد ايه؟ مي وايل اهي وايل ايه؟ اهي وايل
they visited me معلش they visited me while وبقيت الايه الجمله while ايه I was ايه writing while بقيت الايه الجمله while بقيت الايه الجمله تمام. طيب انا كده ايه خلصت الايه الجزء ده مفهوم ولا مش مفهوم؟ سهل ولا صعب؟ سهل. ها سهل كده دخلتنا ايه سهل. تعال ناخد الايه كده انا البارت الاولاني زي ما بنشتغل في الطبيعي. تعالوا بقى ناخد الايه الفوكاب ناخد الديفينيشن والايه والفوكاب علم قصادك على اللي احنا هنعمله. هنا في حاجه اسمها نود في حاجه اسمها ايه نود تو موف يور هيد اب اند داون تو موف يور هيد اب اند ايه داون يعني هز راسه يبقى كلمه قولوا معايا بقى تو موف يور هيد اب اند داون تو موف يور هيد اب اند داون قولوا ورايا تو موف يور هيد اب اند to move your head up and down, up and down. ماشي يا سيدي انت صح up and down check. بص بقى هنا عندك نود move your head لكن check to move an object to move an ايه object يعني ايه الكلام ده دي نود يعني يومي براسه ويهز راسه لكن check يهز حاجه يهز ايه حاجه عشان كده في كده اسمها shaker شكر اللي هو الخلاط الخلاط فانت هنا تقول ايه to move an object from side to side quickly اللي هي ايه يهز او يرب اسمها ايه بقى to move an object from side to side quickly ماشي to move an object from side to side ايه quickly اللي بعدها escape escape دي خد على طول get away get ايه away يعني يهرب يعني ايه يهرب يبقى escape يعني get away get ايه away طب promise to say you will do something يبقى promise يعني ايه to say you will do something to say you will do something ولا تاني to say you will do something to say you will do something to say you mean something mean تمام هنا مين يعني to explain an idea مين to explain an idea يعني ايه يعني او يقصد تشرح فكره يبقى انت مين to explain an idea inventor inventor someone ايه مين هو الانفنتور someone new يبقى someone who makes something new who makes something new Someone who makes something new. Things that happened in the history. ماشي اللي بعدها cousin. The soul or daughter of your uncle. The son or daughter of your uncle. ابن وبنت العم أو الخال. طب ordinary ordinary usual not special usual not special usual not special not age not special not special not age special not special not special 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 طب هنا age special لا مين لا سبيشال هاو اول سبيشال ايه سبيشال 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 هسمعها لك دلوقتي سبيشال ايج ايج هاو اولد سم وان از هاو اولد سم وان از اور سمثينج از
or something is. تمام. Missing, not here. تمام. هنا بقى missing. Not here, not there. Not here, not there. Missing يعني مفقود. Not here, not there. Not here, not there. Not there ولا هنا ولا إيه؟ ولا هناك ولا هنا ولا إيه؟ Not here, not إيه؟ Not there. Great, wonderful, excellent, fantastic. ولا تاني كده؟ Great, wonderful, excellent, fantastic. Wonderful. Great يعني إيه؟ Wonderful. Wonderful. Excellent. نعم ثانية يوسف اسمع special. اسمع ياسين special. اسمع ثاني special. الصوت واضح واضح special. تمام اهي قولها ثاني special. ماشي تمام okay. برافو كده تمام اقول بقى انا ثاني اسكتوا بقى نود to move your head ما حدش يتكلم nod to move your head up and down check to move an object from side to side quickly skip to get out بيقولوا عليه to get away with to get away from promise to say you will do something يعني ان انت بتقول ان انت هتعمل حاجه يوعد طب هنا mean to explain an idea inventor someone who makes something new Someone who makes something new. Surprise. Something you didn't think would happen. Something you didn't think would happen. يعني حاجة ما تتوقعش انها تحصل. طب history. Things that happened in the past. حاجة حصلت في الايه؟ في الباست. بعد كده cousin. The son or daughter of your uncle. خدنا ordinary. Usual. Not special. ماشي؟ بعد كده خدنا age. How old someone or something is. بعد كده خدنا missing. اللي هي الايه؟ المفقود. missing اللي هي not here not there. not here not there ولا هنا ولا هناك. great wonderful excellent fantastic. بعد كده خدنا bandage اللي هي الضماده اللي بتتلف على الايد. a piece of clothes tied around an injury. طيب بعد كده maid a woman works as a servant السيده التي تعمل كخادمه in someone's home في ايه في منزل شخص ما تعالوا بقى هنا دي يلا قول ورايا invention explorer invent ready. Study. Explain. Armchair. Castle. Disappear. وفي أبير يظهر عشان هاري adventure whisper lean what are we at within proudly noisy special Passenger. Dangerous. Hot. Land.
land. Land. Page 5. Page 5. Distant. Distant. Tails. 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 Study. Tails. Study. Study. Penguin. Study. Penguin. Penguin. Fun. Fun. Title. Title. Shark. 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 لا ما تمدش قوي كده شوف مالك. Shark. 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 اسمع يا سيدي. سامع؟ ايوه سامع. سامعينها؟ ايوه. ها؟ تمام. شعر. 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 انا بس بسمعكم عشان هدف عندي انا عشان في كان في حد اوبجكت يعني قال لك ان في ناس بتبقى لسه مش الموضوع ده مهم الريدنج ده يعني. Remember. 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 Mobile phone. Remember. Mobile phone. Mobile phone. Sun. Mobile phone. Sun. Study. Sun. 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 Desert. Sun. Desert. Desert. Picnic. Desert. Picnic. Picnic. Mostly. Picnic. Mostly. Mostly. Chapter. 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 Fire. 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 Explain. Explain. Daughter. Daughter. تعالوا بقى دي مهمة جدا. Look after. بص كل look بقى. عندي look after. Look after يعني ايه؟ اعتني بيه. في look after بصوا. في look at وفي look for وفي look after after وفي look forward to up look a look at يعني ينظر إلى look for يبحث عنه look after يعني يعتني به look after my his baby أو her baby look forward to يقولها verb plus ing look forward to hearing يعني إيه يتطلع إلى look up يعني يبحث عن معنى كلمة في dictionary في قاموس اسمها look إيه up Look up. تمام تعالوا هنا يبقى look ايه look after اهي come in come in يعني ايه تعالى so do I وانا كمان look weird يبدو قلقا escape from يهرب من That sounds nice. That sounds nice. يبدو رائع. Sail across. يبحر خلال. Looked ordinary. يبدو عادي. Does it hurt you? يعني هل يؤلمك? Travel back in time. Travel back in time. يعني سافر عبر إيه الزمن للوراء. Back. Let me show you. تقولش let. Let me show you. يعني إيه؟ اسمح لي إيه؟ أوريك من فضلك. Let me show you. A big bandage on his foot. A big bandage on his foot. يعني ضمادة كبيرة على إيه؟ على قدمه. She was the same age as. هي في نفس الإيه؟ العمر. طب بعد كده في knock on. يعني يترك يخبط. On the bus. رايح بالأتوبيس. In his study. في المكتبة. On holiday. Holiday في أجازة. At the weekend. عطلة نهاية الأسبوع.
get away from يهرب in surprise يعني مندهش أو متفاجئ kinds of نوع من أو أنواع هنا نقول full of history books مليء بكتب الإيه التاريخ مليء بكتب الإيه التاريخ تمام مستر ماشي كمان اليوم كده قول أنا عندي في البي دي إف عندي في البي دي إف الكلام غير المعنى خالص عشان انت مش مركز لا بجد انت عندك بيجي كام لا والله هقول بيجي كام بيجي 5 انت معاك بيجي 5 بيجي 5 ايوه انا معايا بيجي 5 فيك إيه. في نوك شايف نوك بص نوك اوني اعتني بيه هو عشان انت مش شايف كويس لا هو مش كويس هاتها من اولها هو بيجي 5 مش ممكن ما هو ده بيجي بتاع الكتاب انت هتجيبها منين يعني اهو اول كلمه عندك ديستانس موجوده مستر لا اللي تحت حضرتك البريزنت اند اكسبلينز فين هات اكسبلين ايوه هي دي لا هي دي يا مستر العنوان بتاعها في اليوم الاوبزيتس لا اللي فيها بقى بالظبط اللي فيها بالظبط اللي هي شي ووز ذا سيم ايج از هي نفس السن موجوده معاك في نفس البيج ما هو معاك رقم البيج اهو اهو مستر قول ايه بيجي 5 فوق, فوق, فوق بس في النص بالظبط ديت لا مستر اللي في النص اللي في النص بالظبط اللي في النص ديت لا اللي في النص على في النص خالص في يمين المعنى في النص اهو ايوه بريزون البروبوزيشن طيب ماشي البروبوزيشنز اند اكسبريشنز أيوة. حروف الجر والمصطلحات عندك موجودة ولا لا؟ غلط. طيب موجودة بس المعنى كله غلط اقولها لك تاني يعني؟ لا حضرتك قلت بس موجودة في البي دي اف في نفس الكتاب قلت ايه؟ مكتوب عندي اون ذا باس معناها ادخل يا ابني هو نفس الكتاب فين اون ذا باس؟ تاني اهي استنى هات اون ذا باس فين؟ ديت ديت اللي هي بالاوتوبيس ما يصح فيها ايه الغلط ازاي معناها ادخل هي عشان اون يعني استنى بص تعال يا مش غلط ما تقولش غلط قول عايز افهمها ماشي بص في حاجه اسمها باي باس في حاجه اسمها باي ايه باي باس ماشي كده اسمها باي كار باي ايه باي كار هنا باي بوت يبقى كل المينز اوف ترانسبورت يجي قبلها باي يجي قبلها ايه باي فيها حاجه قال لك بقى كل المينز اوف ترانسبورت كله انت بتقول باي كار باي باص باي اير كل حاجه باي قال لك ممكن تيجي ان او اون بس شرط لازم يكون في حاجه في النص يعني ايه يعني انت ممكن دي هي بالظبط ممكن تقول ايه بص تقول عايز تقول كار اهي تقول كار اهو بس لازم تقول هنا ان ان اكار عايز تقول اون اهو اهي وهنا باص مش هنا مش هنا قلت هنا باي باص ممكن تقول هنا ايه اون ا باص او اون ذا باص يبقى طالما هنا في او ذا او اي حاجه ثانيه يبقى تاخد اون او ان اون او ايه او ايه دي رولز لسه كنت هقولها لك في الجرامر في الديفينيشن ده يبقى انت هنا عندك باي تيجي باي كار باي باص باي بوت باي اي مينز اوف ترانسبورت لكن لو انت عايز تقول اون او ان لازم يكون بين اون والمينز لازم يا اما ا او ان او ذا فاهم انت ازاي او لا تاني يبقى انت هنا تقول باي باص عايز تقول اون او ان يبقى تقول ان ا باص عايز تقول ايه باي كار عايز تقول اون ايه ا كار او اون ذا كار او ان ذا كار براحتك يبقى انت هنا طالما باي ما بتحطش حاجه باي باص باي كار باي اير باي سي باي بلين باي ترين مفيش مشكله عايز تقول بقى الترين وعايز تقول اون تقول عادي خالص تقول اون ا ترين او اون ذا ترين لو في ا بقى او ذا يبقى تاخد هنا ما ينفعش باي خالص تاخد يا ان يا اون وصلت ياسين؟
ها ايوه وصلت ماشي. هي بقى مش خالص أيوة. هي مظبوطه بس حاجه ها هي فين هنا اهي اجيبها لك تاني. يبقى احنا بتقول اون ذا ايه عشان هنا ذا ايه ذا باص فاخدنا هنا اون. لو شلت ذا هتخلي دي باي هتخلي دي ايه نفس المعنى بالظبط بس هتقول باي بس باي ايه باص. سهله هتلاقيها في اليوتيوب خلي بالك دي. طيب يبقى هنا on holiday at the weekend هنا get away from in surprise kinds of full of history books. full of history books يعني مليء بالكتب الايه التاريخ كل ده انا قلته اعتقد يعني. بعد كده هي يوانا دي ما دخلتش صح؟ يوانا ما عرفوش يدخلوها. طيب هنا do did hot hot خلي بالك بقى هنا ring rang خلي بالك هنا hot hot زي ما هي drive drove break broke make made see saw sleep slept think thought swim swam. تمام اللي بعدها ايه ده اللي بعدها صفحتنا اللي بعدها الله اللي بعدها اللي بعدها اللي بعدها تعالوا ايه طيب تعالوا هنا ده البارت الثاني ده كله لا 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 ان شاء الله ما تنساش الفوتو بقى هنا عشان الدنيا بتريح الدنيا. تعالوا هنا بقى مهاب بليس فوتبول ويل هناخد بقى دلوقتي ايه على الايه على اللي احنا عملناه دلوقتي الفوكاب هناخد شويه اكسرسايز عليه عشان يبقى ايه ماشيين كويس. يبقى هنا قلنا ايه مهاب خلاص كده تمام. هنا قلنا ايه مهاب بليز فوتبول ويل سو ايه بقى اماي سو اماي سو داز ولا سو دو اي احنا خدناها في الفوكاب ايه دلوقتي في الديفينيشن خدنا سو ايه خدنا سو ها خدنا مهاب بليز فوتبول ويل So, ماشي كده؟ Am I, does I, do I, did I. يبقى ايه؟ يبقى ايه؟ So, do I. ماشي؟ ها خليكم معايا بقى اهو. عشان نراجع. فريد plays basketball every day after school with his بيلعب بقى الباسكتبول every day with his ايه بقى؟ ها مين هيعملها؟ ها؟ ها مين هيعملها؟ Friend. فريد plays basketball every day after school with his. هل هي with his friend. بين فريند؟ ليه بين انت عارفين بين فريند يعني ايه؟ يعني بين فريند يعني صديق بالايه؟ بالمراسله، صديق بالايه؟ بالمراسله، يبقى بين فريند صديق بالمراسله، ما ينفعش يلعب واحد يراسله يلعبوا باسكتبول. لا لكن فريد plays basketball every day after school with his cousin. مش بقول كلمه سندر يعني ايه؟ راسل. ريسيفر متلقي كلمه ملهاش اساسا في الموضوع يبقى ويز از ايه كازن اللي انت واخدها. واي روبرت واز ترافلنج هي جات لك يا استاذ ياسين اهي هنا ذا باص اهي اون اون ذا باص عرفتها بقى ها يا ياسين عرفتها ماشي يا ياسين ماشي يا حبيبي اوعى تنام فين الواد الثاني. واي روبرت واز ايه هيز باج The phone rang noisily. While اهو was ايه بقى؟ his bag بينما كان بيعبي الشنطه بتاعته التليفون ايه رن يبقى was ايه؟ baking was ايه؟ baking بيعبي. Robert was as he passed his ايه؟ exam كان ايه؟ خلاص كده بينما هو كان خلص الامتحان يبقى هنا روبرت هنا excitement ولا excited بسرعه. He was going to stay with his grandfather at
the weekend. اهي. At the weekend. اديكم هو ثلاث دقايق تفكروا في الايه؟ في من نمبر 25 لغايه ايه؟ 30. يلا. ثلاث دقايق بس اشتغلوا. يلا مين هيشتغل؟ طيب بص بقى احنا كده النهارده خدنا عشان بس كده ننهي احنا خدنا النهارده اليونت خدنا ايه من اوله كده ارجعه لكم عشان ايه كده ايه نشوف الهوم ورك بتاعكم احنا خدنا في اول حاجه خدنا الديفينيشن يلا راجع مع بعض اكتب عندك خدنا الايه الديفينيشن اوله ماشي ده الديفينيشن ده كله هيتسمع ايه هنسمعه المره الجايه وانا اقول لكم انا بعته لكم على الجروب ماشي بعد كده خدنا الفوكابلري كله هيتحفظ زي ما انتم عارفين بنشتغل ازاي بعد كده هنا خدنا الايه اللي تشوز كله من اول ايه من اول وانا اهو خلاص كده ادي التشويز اقول لكم رقم البيج عشان تعملوا الهوم ورك بالمره عشان ما حدش يسالني بعد كده ماشي بيج 9 بيج 8 بيج 8 الاكسرسايز اكتب عندك بيج 8 الهوم ورك بيج 8 بيج 9 عشان ما حدش يسالني في الواتس بيج 8 بيج 9 بيج 10 مستر انا لسه ما جبتش الكتاب يبقى جيبه بيج 8 و9 و10 ومعاك البي دي اف بتاع اليونت يبقى بيج 8 و9 وايه و10 ما انت لسه الحصه الاسبوع الجاي ماشي 8 و9 وايه و10 على اللي بعدها اكتب عندك يبقى انا ايه 8 و9 و10 تمام تعالى بقى اللي بعدها ايه 9 و10 وكام و13 وايه و13 و14 8 و9 و10 و13 و14 ماشي اكتبوا 8 و9 و10 و13 و14 وايه و15 ماشي و15 و16 يبقى انا عندي اهو هنا 8 و9 و10 و13 و14 و16 الديفينيشن هيتحفظ اهو وبعد كده الفوكابلري ايه اسم الكتاب ايه هتتحفظ ده الايه الهومور هاي ماشي اللي مش هيعمل الواجب اللي مش هيعمل الهوم ورك ويجي مسددهولي انت هتعمل خلي مامتك تعملك ديكتيشن ماشي قبل الحصه اللي مش هيعمل الهوم ورك مش هيخش عشان بس يكونوا واضحين اللي مش هيعمل الهوم ورك ما يخشش اللي مش هيعمل الهوم ورك ما يخشش عشان بس يكونوا عارفين يبقى انت هنا 8 و9 و10 و13 و14 و16 بعد كده هنحفظ الديفينيشن انجلش ان انجلش مش عربي هتقول اكتب نود هتعملها كده اهو هيز هيد اب اند داون ماشي تشيك اوبجكت هتعملها كلها انجلش ان ايه ان انجلش يبقى هتقول نود مثلا موف هيز هيد اب اند داون يبقى ده الايه الهوم ورك كده الحصه خلصت كده عملنا البارت الاولاني كله زي ما بنعمله كل مره كده عملناه كويس جدا وخلصنا الجرامر حلو والفوكاب حلو استفدتوا من الاونلاين ولا لا؟ ها؟ استفدت تمام ان شاء الله نقابلكم الاسبوع الجاي نكون عاملين الهوم ورك جو باي 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 يا اولاد